علي معالي ده صديق انا علي معالي. يا استاذ علي اهلا بيك. يا اهلا بيك يا استاذ ابراهيم واهلا باشمهندس عدي. ازيك يا علي وحشنا يا علي. ازيك يا علي. ربنا يخليك ربنا يخليك يا باشمهندس حضرتك. الله يخليك يا علي. المهندس عدلي استريح من المناكفات بتاعتك والاخبار اللي انت بتحاول تستلقطها منه بقى. والله يا اخي مشتاق للمناوشات بتاعته من زمان يعني ويضحك علينا مره ويزدق معانا مره وهي ماشيه كان نبور معايا يعني. اسمع بس ما هو انت ارتحت من مناكفتك بس انت زقيت لي واحد وقلت لي ده قريبي وبعدين انا شاكك في حته انه قريبك دي ها قايم بالدور على اكمل واحد شادي الجيلاني. انا على الهوا مش عايز اتكلم. طيب قول لي يا علي انت عملت موضوع مهم للجمهوريه انطباعات مارادونا عن السوبر المصري ملخصه ايه؟ للامانه الراجل بعد ثاني يوم من الماتش هو طبعا انا كانت محاوله كنت بعملها يوم الماتش ليله الماتش يوم الماتش الصبح على اساس يحضر المباراه كنا عاملين مفاجاه يعني لكن للاسف تعب مرض ما طلعش من البيت يوم الماتش خالص. ثاني يوم بتواصل معاه كان زعلان جدا انه ما جاش الماتش قال انا كان نفسي اجي المباراه وسمعت ان كان في جماهير كثيره موجوده في الماتش وكان نفسي اشوف جماهير الاهلي اللي شفتها في ماتش روما لما كان برضه في نفس الملعب فكان حزين جدا انه ما جاش الماتش للامانه يعني. كنت انا متفق معاه على اعتباره انه اذا ما جاش الماتش يتابع من خلال التلفزيون حسب على قد ما يقدر يعني فالراجل استجاب للدعوه الحمد لله بحكم العلاقه الجميله اللي معاه يعني. وتابع وعامل لنا مقتطفات انا بعتقد انها لاول مره تحصل التجريده المصريه ان مارادونا يحلل ماتش مصري يعني او سوبر مصري او اي ماتش مصري بشكل عام لجريده مصريه وافاض واستفاض بشكل ايجابي يعني هو عجبه طبعا زي ما اتكتف الجمهوريه ان الاهلي يستحق الفوز وان الاهلي كان الكاس هو اللي لعب من البدايه حتى النهايه على اساس انه يدوج له وده كان فوز مستحق في النهايه لكن بشكل عام الاداء بشكل عام ما كانش عاجبه يعني على اعتبار انه توقع ان المباراه من البدايه لان هي هيكون فيها حماس اكثر هيكون فيها اهداف اكثر هيكون فيها فرص اكثر وعابه عاب الجون الحارس بتاع المصري طبعا على الخطا الكبير اللي وقع فيه وحتى قال باللفظ كده انه حارس متهور المفترض المنطقه دي ما يتعملش فيها الحركات دي يعني. طب قال حسام سقط في نظريه الحزام يقصد ايه؟ انه كان بيلعب بطريقه من طرفين الملعب ويضغط على الملعب من الطرفين والاعداد من الدفاع بحيث انه يحزم الملعب داخل ملعبه لكن قال ان الحته دي الفريق المصري كان ليقضوا الى حد ما بتساعده فيها وحاول انه يخترق من دفاع الاهلي بحيث انه يفك الحزام المفروض عليه ده يعني. السوبر 23,000 مشجع حاضرين في استاد هزاع اعتقد ده عدد كبير في هذا الملعب يا علي. هو كمان بمارادونا تحديدا يعني مش متخيل ان فريق بيلعب بره ارضه ويلاقي هذا الزحف الجماهيري الكبير جدا يعني احنا مثلا لما بنلاقي دول اوروبا بتعمل ماتشات في بلد ما اللي فرنسا بيلعب في انجلترا اللي بيروح هناك مشجعين كوره مش مشجعين النادي نفسه يعني. لكن اللي شافه في ملعب هزاع بن زايد سواء الماتش ده او ماتش روما تحديدا كمان انه يشوف 24,000 او ما يقارب 24,000 متفرج لفريق واحد فريق واحد في مكان في بلد بعيده ثلاث ساعات او اربع ساعات طيران. طبعا هو مدرك الطبيعه الجغرافيه والطبيعه الاجتماعيه والطبيعه التكوينيه بتاعت الامارات بشكل عام لكن ان يصل هذا العدد وفي يعني ممكن يوصل لضعف هذا العدد جماهير ما جاتش مثلا الملعب يمتلئ بهذا الشكل فده كان انبهار منه يعني الماتش اللي فات اللي شافه الراجل من كتر اعجابه بشكل الملعب والتشجيع سجل فيديو على الموبايل بتاعه للمدرجات ومحتفظ بيه حتى الان عنده يعني فدي حاجه كمان لحقنا احنا كمان ككره مصريه بتلعب خارج حدودها كجماهير مصر يا علي دي بتقودني لفكره وكلمه كلام يعني لمده طويله يتردد اصل الاهلي متفوق جماهيره في مصر لكن بره في الخليج لا الوضع مش كده يعني كل الاحداث في كل مره تثبت بالعكس جماهير الاهلي في الخليج تضاعفت جامد جدا لدرجه قاربت من نفس النسبه بتاعتها في مصر انت شايف كده ولا تقدر توضح لي الصوره اكتر دي حقيقه واقعه على ارض الواقع من المدرجات والماتشات وبعدين في حاجه باشمهندس ابراهيم كمان دائما الانديه جماهيرها بتكتر ليه بسبب بطولاتها وده امر طبيعي
انا كنادي اهلي او زمالك او سين من الانديه المصريه، بطولات لما بتكتر جماهيره بتكتر، حتى بلاش في مصر، بره مصر، لان يعني في يعني حضرتك شفت مثلا في مصريين كتير جدا مولودين بره مصر، يعني تحديدا في الامارات، عدد كتير جدا من المصريين مولودين في الامارات، لكن من خلال البطولات اللي بتحصل والاحداث والنتائج بالفطره بشجع بيروح للنادي ده. يعني فهنا في الامارات او في الخليج بشكل عام لا، في قاعده عريضه للجماهير للنادي الاهلي بشكل عام، وده احد الاسباب الرئيسيه اللي طبعا البطولات على مدى السنوات اللي فاتت والتاريخ بتاعه، يعني ده امر واقع لكل الناس يعني. طيب علي، رغم تذاكر المباراه، لان انا لاحظت ان تذاكر المباراه ربما كان اسعارها عاليه، قالوا لي التذكره ب 125 درهم، مباراه ريال مدريد في كاس العالم للانديه كانت ب 40، ده صحيح؟ لا صحيح، و40 و50 يعني. يعني ريال مدريد التذكره ب 40 و50 درهم، مباراه الاهلي والمصري ب 125 وحظيت بالقبول الكبير ده. هما هنا بيلعبوا دايما، اي شركه بتنظم حدث خارج مصر خاصه للاهلي او الزمالك برضو بيلعبوا على وتر ان الناديين دول لهم جماهيريه كبيره ولهم متابعين وبيحضروا، حتى لو التذكره وصلت 200 درهم او اكتر من كده يعني. صحيح. لكن ودي برضو تسويق جيد وتنظيم جيد يخلي اي شخص يفكر انه يعمل مباراه كده خارج مصر بيستفيد طبعا بها يعني مبالغ كبيره جدا، ومستفيد ان حتى بيستفيدنا احنا كمان، احنا بنشوف اللعيبه بتاعتنا، بنشوف الفرق بتاعتنا، ودي برضو حاجه بالنسبه لنا. انا لما اروح ماتش ادفع 200 درهم انا ما بكونش زعلان يعني، انا برضو رايح اشوف النادي بتاعي، رايح اشوف، تبقى صراحه بتبقى سهره كويسه، وهم بيلعبوا على هذا الوتر، اي منظم بيلعب على هذا الوتر يعني. علي كانت فرصه كويسه ان احنا عايز اساله، بس عايز اساله السؤال الاخير. بقول لي يا استاذ علي، يعني كان في تخوف ان طرفي المباراه، هو معانا؟ اتفضل. كان في تخوف المره دي، كان يقال اصل المباراه مش بين الاهلي والزمالك، فالعدد مش هيكون بهذا الزخم يعني، لكن انا شايف ان المره دي يمكن العدد اكبر من الماتشين اللي فاتوا، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ مش اكبر لكن يقارب، يعني انا لما قلت المره اللي فاتت 24000 والنهارده 23900، يعني احنا بنتكلم في 500 او 1000 مثلا. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في فرقتين كبار، مع احترامي طبعا للمصري، فرقتين كبار جماهيريا خارج مصر يعني، انا بتكلم على الشعبيه. الاهلي والزمالك، لكن لما تشوف الماتش كله استاد هزاع بالذات 24000 يكاد يكون ممتلئ الماتش عن اخره، ده يؤكد ان الاهلي هيلعب بره مصر ليه جماهير هتملى الملاعب، الزمالك هيلعب بره مصر ليه جماهير هتملى المدرجات، يعني دي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه لنا، وتحديدا الاهلي ان برضو ما شاء الله بطولاته بتخلي كل حتى الناس الاماراتيين اللي ما بيشجعوش اهلي او زمالك يميلوا الى النادي اللي بيحقق بطولات، يعني مع احترامي لكل الانديه، لكن النادي اللي بيحقق بطولات بيجذب اليه الجماهير من خارج مصر بشكل عام يعني. تمام، ونشكرك شكرا جزيلا للزميل العزيز. الى لقاء جديد الموسم القادم باذن الله. شكرا جزيلا للزميل علي معالي، النقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه.